أوزيوا هي قرية ريفية في إقليم تارودانت ضمن جهة سوسمسة درعا بالمغرب. كان مجموع عدد سكان بلدية أوزيوا 7467 نسمة، يعيشون في 1194 أسرة. منطقة غير بعيدة عن مركز أولوز، حيث تبعد عنه بحوالي 18 كيلومتر. جامعة أوزيوا منطقة تتميز بموقع جغرافي وطبيعي وجذاب، ويغري باستثمارات سياحية قد تخرج الساكنة التي في أغلبها من ذوي الدخل المحدود من حالة الركود الاقتصادي لو فكر ذوي الاهتمام بالقطاع في ذلك. من الناحية الجغرافية، وبحكم موقع أوزيوا بين سدين كبيرين، سد أولوز وسد المختار السوسي، جعلها تحظى بجمالية نخاذة غالبا ما تشكل متنفسا للعديد من الزوار. يحد الجمع شمالا أونين، وجنوبا أسكوي ومنطقة سكور من جهة الشرق، وتسراس من الناحية الجنوبية. وتبلغ مساحتها 113 كيلومتر مربع، المساحة غير منتجة 100%. وتعد منطقة تزلين بحصونها وبروجها وأبنيتها القديمة المبنية بالطين العماني القديم، والتي تحتوي على النقوش والزخارف، معلما ثراثيا بارزا. ورغم أن مباني البدينة القديمة متداعية، إلا أن الزمان لم يطمس معالمها، ولا تزال شاهدا حيا على ما شاهدته هذه المنطقة من ماض عريق. قدم لكم هذا الفيديو من طرف عبد الهادي فقير.